ما عاد يعنيني شيء أبدا. يعني خلاص نسيتي العمار؟ الأسى ما بينتسى. أسى؟ هلأ صار الحب بالنسبة لإلك أسى؟ لا لا لا، مو الحب، الطلاق هو الأسى. هلأ أنت هاد اللي هامك من الموضوع؟ طلاق؟ مو هامك الحب اللي ضيعتيه من بين إيديكي؟ بلا بيهمني، بس طالما ضاع أنا رح دور على جديد. أف؟ بهالسهولة؟ تقدري عن جد؟ رح حاول. معناها ما بقى بتحبي العمار؟ ايه اكيد ما بقى احبه. يا خسارة. اف الساعة 9:30 تقبليني انا تأخرت على ماما لازم امشي. طيب حبيبتي ديري بالك على حالك. ايه انتي كمان حبيبتي سلمي لي عمك. باي قلبي. لورينو! لورينو! نعم عمو. تعي عاوزك كلمتين. خير عمو. اسمي ابو محمد. عدي بدي استشيرك بموضوع. خير عمو ابو محمد. شو رأيك نعمل يا لورين برنامج يومي بيبدا من الساعة 7:30 لحتى نتسكي، نجيب فيك حكواتي يحكي قصص شعبية، قصة عنتر، الزير سالم، الأمير كشمير، بتجر زبائن. بس هي بتصير بكافيتريات شعبية، يعني هون الزبائن كل اثنين عشاء مبعدين على العالم وجايين لحتى يحكوا لهم كلمتين، يعني هون ما بتصير. يعني بلاها؟ إذا بدك رأيي بلاها. طيب شو رأيك باقتراح البنات؟ كيف يعني؟ يعني بدل محاطين ممدوح وأحمد وعلي منجيب بنات حلوين مثلك هيك، هدول إذا طلعوا فيهم الزباين بيصير في رجل على الكوفي تبعنا. مثل ما بدك. شو بنا؟ شو زعلتي شي؟ لا ما زعلت عمو. لسه بتقلي عمو، لسه بتقلي عمو. والله رح تجنني. لك أمي وقت كنت أنا صغير ما تقلي إلا كنت سبحان الذي خلق مثل القمر المصور. شبنا عم على قصة العمر.